السلام خوتي، كاينه الدار اللي لبيع تجزئة المرس طنجة، مساحة 85 متر. الدار كتكون من لاكاب وكراج وثلاثة طبقات ونص، مبنية بالرخصة. الدار هادي مساحة الأرض 85 متر، وفوقي كتعطي 90 متر. الدار كتكون من لاكاب وكراج ثلاثة طبقات ونص. الدرجة في موقع رائع، محافظة فيها الأرض ومبنية بالرخصة. هاد الكراج بوحدو، هادي باب ديال لاكاب باش كتهاود من تحت، وهادي باب ديال الدار باش كطلع بحالك للسكنة من فوق. تبعوا معايا، خليكم معايا خوتي العزاز. دابا غادي نهاودو لاكاب، هنايا كاينة كراج، هنايا لاكاب، هادي باب ديال الدار باش كنطلعو فوق. دابا غادي نهاودو لاكاب، من بعد غادي ندخلو للكراج. تبعوا معايا، هنا كاينة واحد التواليت، التواليت هنا كاينة كوزينة، ها كوزينة. دابا غنهاودو لاكاب، بسم الله على بركة الله. الدروج مزال جايين كبار ومتسعين، الله يبارك. هنا كاينة بيت، ها بيت، ها بيت مزلاش. هنايا عاوتاني بيت، ها بيت، ها بيت. دابا غادي نطلعو نصورو، غنصورو الكراج. هنا كاينه كراج، ها كراج، كراج عنده السده تما، الارضيه ديالو مزلجه. بغيتي تفتح شي محل ديال الحلاقه ولا شي ساندويش، شي ريستوران، ها خليكم معاه. ديال الدروج، الطبق السفلي، الطبق السفلي كيتواجد، كيتواجد فيه كوزينه، كوزينه، ها كوزينه. هنا كاين حمام، الحمام، حمام. هنا كاين بيت، ها بيت، البيت جا كبير ومتسع تما، الله يبارك. الطبق الأول، الطبق الأول كاين هنا الحمام، الحمام جا كبير ومتسع، الحمام. هنا كاين بيت، ها بيت، البيت. هنا كاين الصالون، الصالون جا كبير ومتسع، درجة مشمش، إن شاء الله يبارك. موقع رائع قريبا جميع المرافق العمومية، بحسب الجودة الشتا الله يرحمنا. هنا كاين كوزينة جات كبيرة ومتسعة، واقفة غير على الصفارة، اللورنية بالمرمو ديالها، الأرضية ديالها مزلجة، تدار فيها في صالة مزيونة الله يبارك. دابا حنا جينا في اتجاه اخر، هذا البيت الثاني، يعني جوج البيوت، ها البيت الثاني. هذا الطابق الثاني، الطابق الثاني. هنا كاينه مطبخ، كوزينه، ها كوزينة. الدار كتبع خاوية بلا أثاث، ها كوزينة، ها كوزينة، كوزينة. كاين هنا الحمام، الدش، كوزينة، كوزينة. هنا كاين بيت، ها بيت، بيت. هنا كاين الصالون، ها الصالون، ها الصالون. قلنا مساحة الأرض 85 متر، وفوقي كتعطي 90 متر. ها درجة الموقع رائع الله يبارك. هنايا كاين بيت، هذا بيت، ها بيت، بيت.
درجة الموقع رائع، الله يبارك. صافي تبع معاه. هالطلعة هاد الدروج كاملو بكرانيتو ديالها، الدار مبنية على اليد شي حاجة في مستوى القاوة الله يبارك، كتواجد تجزئة هاد المرس طنجة. الدروج كاملين بكرانيتو، جاو كبارين ومتسعين. دابا حنا كنتواجدو في الطبق الثالث، الطبق الثالث. الصالة جات كبيرة ومتسعة الله يبارك، بالزليج ديالها بالصباغة مفينيا، كلشي كلشي ديالها. ها الصالون، هنا كاين مطبخ، كوزينة، هنا كاين حمام، الحمام في صالة غزالة الله يبارك. اللورنية كاملة بمرمو ديالها. الدار عندها جوج فرشات من الواجهة ومن الظهر. خليكم معايا خوتي الأعزاز، خليكم معايا. هنا كاينين جوج دبيوت، هذا البيت الأول، ها البيت الأول. الأرضية ديالها مزلجة، كلشي خوتي الأعزاز. اللي بغا يعمل مشروع نكرة، كراء شهري، المدخل الشهري اللي كتدخل 11000 درهم في الشهر. الخوت اللي كيوصيونا على ديرو عملو مشاريع نكرة. هذا البيت الثاني، ها هي الدرجة مضوية ومشمشة الله يبارك، خرجات الشميشة. الرقم الهاتف ديالي فيه الواتساب 0600 19 06 9. أنا غنجي من اتجاه آخر، أنا جيت من اتجاه آخر. كما قلتكم الدار كتكون من لاكاب وكراج، ثلاثة طبقات ونص. تبعوا معايا، دابا غنطلعوا الفوق. ها هي في صالة غزالة فيه، تبعوا معايا. هنا كوزينة، هنا الدش، الدش الحمام. هنا شوف كوزينة مرمو ديالها. مشروع نكرة مخيرة، أنا قلت لك كتدخل 12000 درهم، 12000 درهم. قلنا تما كاينة الدوش، كوزينة، هنا كاينة بيت. ها بيت فين هو؟ ها بيت الأول، هنا كاين بيت الثاني، يعني جوج دبيوت. ها بيت الثاني، الدرجات مصلوحة مفينية، كتشعل الأرضية ديالي. دابا غادي نطلعو، دابا غنخرجو من باب السطح. تبعو معايا خوتي العزاز، هذا السطح الاول، كنطلعو في الدروج. كاين السطح الثاني، ها دابا غنطلعو فوقي نشوفو. المدخل الشهري 12000 درهم في الشهر، تملى مشروع كرام خير. طلع هاد الدروج جات كبيرة ومتسعة الله يبارك. سطح موقع بانورامي، كتبان طنجة كاملة كاملة الله يبارك. هانا خوتي العزاز، هانا هانا مغوغة، طنجة بالية، الشار في المنار، الثانية. الأرضية بالزلج ديالها مزلجة، مولاها خاسر عليها الله عطاه الصحة تبارك الله عليه. ضربناها يعني شي حاجة في الصح، نقاوة ومستوى. الثمن ديالها 150 مليون، فيها واحد البركة مفاهمة. لا بغا شي واحد مرحبا. قلنا الدار كتكون من لاكاب وكراج وثلاثة طبقات ونص سكنة في السطح. لكن شي واحد معقول مرحبا، نعملو موعد تجي تشوف الدار، نعمل لك كونتاكت مع مولاها، تفاهم معاه في الثمن وما يكون غير الخير ان شاء الله. بغيتي تعمل مشروع نكرة، انا قلت لك 12000 درهم في الشهر. الرقم الهاتف هو اللي كاين في الشاشه، فيه الواتساب 0600 19 06 90. اللي كيجبل خط مشغول لا ما جاوبتوشي، دخلنا عندي الواتساب، خلي لي الرساله الصوتيه وانا غنجاوبك. حيت بعض المرات كنكونو مشغولين، كنتكتبو في شي دار ولا كنصور شي فيلا ولا شي قطعة أرضية.
جمعة مبروكة عليكم كاملين أخوتي العزاز، السلام عليكم.